بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا عن الكونتراكتيليتي، وكنا واقفين عند موضوع فاكتورز افكتنج الكونتراكتيليتي. يبقى النهارده هنتكلم عن ايه؟ حاجه اسمها فاكتورز افكتنج الكونتراكتيليتي. طيب كام عامل يا جماعه بيأثر على الكونتراكتيليتي؟ احنا خدنا على فكره فاكتورز افكتنج ريزمست عشان هم اهم اتنين على فكره، يعني هم اهم اتنين يهموني في البروبرتيز الريزمستي والكونتراكتيليتي، فعشان كده احنا خدنا لهم فاكتورز. طيب قسمناهم، اول فاكتور اللي هو البريلود، تاني فاكتور اسمه الافتر لود، طيب تالت فاكتور اللي هو الهارت ريت، رابع فاكتور حاجه اسمها الانتروبيك ستيت. خلاص ادي كده يا جماعه العوامل المؤثره على الكونتراكتيليتي. قبل ما نشرح العوامل المؤثره على الكونتراكتيليتي او فاكتورز افكتنج كونتراكتيليتي، تعالى نفهم كده قصه بسيطه. القلب يا جماعه، او خلينا محددين، الفنتريكل بيحصل له دايستول. ادي الفنتريكل اهو، الفنتريكل اللي تحت ده اهو بيحصل له دايستول. كلمة دايستول ده يا جماعة يعني ريلاكس، أو بيحصل له دايستول، كلمة دايستول يعني بيريلاكس. طيب لما بيعمل دايستول ده يا جماعة في الوقت اللي الفنتركل بيعمل فيه دايستول، الاتريم بيبعت له الدم بتاعه أو ففي الفترة اللي الفنتركل بيعمل فيها دايستول بيقعد يجمع الدم جواه، يجمع الدم جواه. طيب يبقى التجميع يتنيع، يجمع دم. طيب لقينا ان اكتر كمية دم بيجمعها الفنتريكل حوالي 120 ملي. فقلنا عليهم دول، كمية الدم دول او حجم الدم اللي بيتجمع جوه الفنتريكل اسمه اند دايستوليك فوليوم. طب ليه يا دكتور خليته اند دايستوليك فوليوم؟ لاني اخر حاجه في الدايستول خالص، يعني انت هتتنيك تعمل دايستول، اول ما بدات الدايستول كان معاك 50، بعد شويه 70 80 90 100 110 120، اخر حجم وصلت له كام؟ مثلا 120. فهنسمي الحجم ده اند دايستوليك ايه؟ فوليوم. يبقى الاند دايستوليك فوليوم هو حجم الدم اللي بيتجمع في القلب at the end of a of the stool. طيب بعد ما حضرتك بتعمل كده بتقوم عامل ايه؟ بعد ما بجمع الدم في الفنتريكل بقوم عامل الاتي، بقوم عامل ايه؟ انا جمعت الدم جوه الفنتريكل اهو، حلو، هبدا بقى المره دي اعمل سيستول. سيستول يعني انقبض، اهو سيستول يعني انقباض، يعني كونتراكشن. طيب لما هعمل سيستول ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ هبدا اضخ الدم ده اهو كده جوه مين يا دكتور؟ اضخ الدم جوه الاورطه. يبقى السيستول لما اخلي عضله القلب تنقبض ويحصل سيستول، هبدا اضخ الدم جوه الاورطه. طب هتطلع قد ايه من ال 120 دول؟ انا كان معايا كام؟ 120. كميه الدم اللي هطلعهم بره القلب دول اسمهم ستروك فوليوم. اسمهم ايه؟ ستروك فوليوم. ستروك فوليوم دول حوالي 70 ملي من 120 بيطلعوا في الأورطة. طب يعني ايه كلمة ستروك؟ ستروك يعني خبطة. ستروك يعني يا جماعة خبطة، فوليوم يعني حجم الدم اللي بيطلع في الخبطة الواحدة. يبقى لما القلب يخبط خبطة واحدة أو يعمل كونتراكشن واحد أو يعمل سيستول واحد بيطلع منه دم مقدارها كام؟ 70. طب جميل قوي يا دكتور. طب اذا شويه الدم اللي هيتبقوا هنا قد ايه؟ ما هو طالما انت طلعت 70 وانت كان معاك 120، شويه الدم اللي هيتبقوا هنا دول يا دكتور، مالهم دول يا دكتور؟ هنقول عليهم ايه بقى شويه الدم دول؟ هنقول على شويه الدم اللي هيتبقوا هنا يا جماعه هما الاند سيستوليك فوليوم، ودول هيساوي حوالي 50 ملي لتر. ليه سميتهم اند سيستوليك فوليوم؟ لانهم اتبقوا جوه الفنتركل ات ذا اند اوف ايه؟ سيستول. يبقى تاني يا جماعه، انا بجمع الدم في الدايستول، اتنيني اجمع جمع 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 لغايه ما اوصل لكام؟ 120.
عشان كده بسميهم اند دايستوليك فوليوم. طيب بقوم منقبض ومطلع الدم اللي جوايا، بطلع كامل 120، بطلع 70 يا دكتور. فسمي الدم اللي خارج من القلب في الخبط او الضربه الواحده ستروك فوليوم، مقداره كام؟ حوالي 70. طيب اذا في باقي شويه دم ولا الفنتركل فضي؟ لا ما فضيش، في باقي شويه دم جوه الفنتركل، هتقول عليهم لفظ ايه يا دكتور؟ هقول عليهم اند سيستوليك فوليوم، ودول حوالي كام؟ حوالي 50 مللي. بنلاحظ من هنا ان الاند دايستوليك فوليوم اللي هو ب 120 هو حاصل جمع الاستروك فوليوم اللي هو كام؟ 70 زائد الاند سيستوليك فوليوم اللي هو كام؟ 50. يعني دي معلومه كده كل الناس يعني المفروض انك عارفها، يعني هتعرفها قصدي بعد كده في الكارديك اوتبوت، وهنقول الكلام ده تاني في الكارديك اوتبوت، بس المعلومه دي تهمني دلوقتي. طيب تعالى بقى نشوف ايه العوامل المؤثره في كونتراكتيلتي. قلنا هنبدأ بأول عامل اللي هو اسمه البريلود. تعال نشوف أول عامل اللي اسمه البريلود، أو هنبدأ بالبريلود. إيه يا دكتور البريلود ده يا دكتور؟ هيقول لك البريلود هو يعني الحمل اللي هيضخه القلب. كلمة بري 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 يعني قبل، بري يعني إيه؟ قبل. فتفتكر إن ده الحمل اللي هيضخه القلب بالعربي كده، ده الحمل اللي هيضخ القلب. يعني لو افترضت ادي القلب اهو يا دكتور، وادي الاتريوم والفنتريكل اهم، حلو، ادي الاتريوم وادي الفنتريكل، ماشي يا دكتور. لو افترضت ادي الاتريوم وادي الفنتريكل، تمام اهو. طيب الدم اللي هيتجمع هنا اهو، الدم اللي هيتجمع هنا اهو، يتنيه يتجمع 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 يتجمع، هو ده الحمل اللي على القلب اللي شايله، اللي مطالب انه يضخه. يبقى كلمه بريلود تفكرك ان ده الحمل اللي على القلب اللي مطالب ان القلب يضخه. فعشان كده البريلود هيكتب لك في الكتاب ان هو الاند دايستوليك فوليوم. ليه؟ ما هو الاند دايستوليك فوليوم هو حجم الدم اللي جوه القلب اللي القلب مطالب انه يضخه، ده الحمل اللي عليه. حلو، فعشان كده البريلود هو الاند دايستوليك ايه؟ فوليوم. طيب وعشان هو الاند دايستوليك فوليوم بيقولوا عليه هو فوليوم لود. فوليوم لود يعني الحمل ده عباره عن شويه دم. فوليوم لود، فوليوم لود، يبقى عشان هو عباره عن دم مقداره 120 مللي مثلا، فهنعتبره حاجه اسمها فوليوم. طب يا دكتور انت لما تجمع شويه دم هنا يعني هيأثروا ازاي على القلب؟ اول حاجه هيغيروا من طول عضلة القلب، طول عضلة القلب. ما هو كل ما تجمع دم أكتر يا دكتور، أو كل ما تجمع دم أكتر الفنتريكل إيه؟ ها؟ يبدأ يسترتش معاك، يسترتش معاك، يسترتش معاك. يعني الإند دايستوليك فوليوم ده يا دكتور هيعمل إيه؟ هيحدد لي الاسترتشنج بتاع الفنتريكل، أو عشان أبقى دقيق الإنيشيال لينس اوف الفنتريكل. يعني دلوقتي الاند دايستوليك فوليوم حجم الدم اللي هيتجمع جوه القلب، ها قبل ما يبدا الكونتراكشن على طول، حجم الدم اللي موجودين جوه القلب قبل الكونتراكشن على طول اللي قلنا عليه الاند دايستوليك فوليوم، الحجم ده يا دكتور هو عباره عن فوليوم لود، يعني شويه دم هم اللي مطالب القلب انه يوزعها. طيب الحجم ده هيفرق معاك في ايه يا دكتور؟ ده هيحدد لك طول عضله القلب اللينس بتاع الكارديك مصر. لان كل ما هتنزل دم كتير كل ما اعمل ستريتشنج للكارديك مصر واعمل انكريز في اللينس اوف ذا كارديك مصر. فقمنا عاملين كيرف، البريلود ده قام عامل لنا كيرف. هتعمل يا عم كيرف ايه بقى؟ اسمه ايه الكيرف؟ هنسمي الكيرف لينس تنشن ريليشن شيب، لينس تنشن. مش هو هيدرس العلاقه بين طول عضله القلب، عايزين نعرف العلاقه بين طول عضله القلب والتنشن الناتج منها؟ لا فهمني يا دكتور. يعني سؤال، انت بتقول كل ما بجمع دم اكبر بزود طول عضله القلب او اللينس او الاسترتشنج بتاع القلب،
فده أكيد هيفرق معايا في قوة الكونتراكشن الناتج. يبقى طول عضلة القلب يا دكتور، طول العضلة فرق معايا بقوة الكونتراكشن ولا ما فرقش؟ أكيد فرق. حلو، فقمنا عاملين كيرف. إيه الكيرف ده يا دكتور؟ الكيرف ده يا دكتور ها بيدرس العلاقة ما بين مين؟ ما بين حاجتين، ما بين الانيشيال لينس اللي هو طول عضلة القلب اللي هي بتعتمد على الاند داستوليك فوليوم، وما بين قوة الكونتراكشن، قوة الايه؟ الكونتراكشن بتاعي. طيب هتلاقي ايه يا دكتور لما تدرس العلاقة ما بين الاند داستوليك فوليوم وقوة الكونتراكشن الناتج؟ هلاقي ان العلاقة دايما بتبقى تقريبا، مش دايما بقى، في معظم الاحيان بتبقى طردية 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 طردية. يعني ايه؟ ها لقينا ان الكيرف ده طلعنا منه بمعلومة. ايه المعلومة بتقول ايه؟ معلومة بتقول ان كل ما يزيد الانيشيال لينس، كل ما يزيد الانيشيال لينس اوف ذا ماسل او الاند دايستوليك فوليوم، القلب الكونتراكشن بتاعه بيزيد. تاني، كل ما بيزيد الانيشيال لينس، كل ما بيزيد مين؟ الكونتراكشن. يعني علاقتهم تقريبا ايه يا جماعة؟ طردية. طب الكلام ده بيحصل ازاي يا دكتور؟ هفهمك. عضلة القلب يا جماعة كل ما تلاقي الحمل عليها كتر تشتغل اكتر، كل ما تلاقي الحمل عليها كتر تشتغل اكتر. عامل زي كده غلبان، كل ما المذاكرة تزيد ها تذاكر اكتر، كل ما المذاكرة تزيد عليك هتذاكر ايه؟ اكتر. لكن في حدود يا جماعة. يعني ايه في حدود؟ العالم اللي قال القانون ده يا جماعة قال لك كل ما يزيد الانيشيال لينس يزيد الديفلوبد تنشن او يزيد الكونتراكشن الناتج، لكن كل ده يا دكتور وزن ليميت، وزن ليميت، وزن ليميت. كان الدكتوره تقول لنا اللي مش هيكتب وزن ليميت هينقص نص درجه، نص الدرجه. ليه بقى يا جماعه؟ لان لقينا في نهايه الكيرف ده حلو بعد شويه كل ما يزيد اللينس هيبدا يقل الايه؟ الكونتراكشن. يعني يا جماعه العلاقه طرديه او كل ده وانا ماشي علاقتي طرديه، هبدا بعد شويه ممكن تبقى العلاقه عكسيه. لما الطول يزيد قوي ممكن تقلب العلاقه تبقى علاقه عكسيه، بالعكس مش طرديه. معظم الاحيان يا جماعه بتبقى العلاقه طرديه، لكن لما اوصل لطول معين ممكن العلاقه تبوظ. يبقى اقول القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول وزن ليميت the more the initial length of the cardiac muscle fiber the more the developed tension till it reach a maximum value، لغاية ما أوصل لنقطة بعيدة. then the tension decrease as the stretch is increased. يعني إيه؟ وبعد النقطة دي يا دكتور هو هتلاقي كل ما يزيد اللينس هيقل الإيه؟ الكونتراكشن. يعني خدت بالك كل ما يزيد اللينس هتلاقي يبدأ الكونتراكشن إيه؟ يقل. أو الكونتراكشن ابتدى يقل، أو الكونتراكشن بيقل كل ما يزيد الايه؟ اللينس. طيب حلو قوي كده دكتور. يبقى فهمنا اول كيرف عندنا اللي اسمه يا دكتور اسمه ايه بقى؟ سهل قوي، لينس تنشن، لينس طول العضله والتنشن الناتج او الكونتراكشن الناتج. طب يا دكتور اسم القانون ده ليه اسمه مميز، او اسم الكيرف ده ليه اسمه مميز؟ قالوا بيقولوا على اللينس تنشن كيرف ده اسم حاجة اسمها فرانك، العالم بقى اللي عمل الكيرف وعمل القانون ده يا جماعة بيقول على القانون ده فرانك ستارلينج لو، مشهور قوي قانون ستارلينج. ايه قانون ستارلينج ده يا جماعة؟ قانون ستارلينج هو اللي احنا وصفناه في الرسمة، كل ما يزيد الانيشال لينس يزيد قوة التنشن والكونتراكشن الناتج من العضل. اكن العضلة يا جماعة بتعاند، كل ما تزود الحمل عليها تقوم تشتغل اكتر، كل ما تزود الحمل عليها تشتغل اكتر. ولكن يا جماعه كل حاجه ولها حدود، وكل حمل وله حدود. لو الحمل ارتفع قوي يا جماعه على العضله، العضله هتبوظ ومش هتشتغل. يبقى العضله حماله اسيه، كل ما تزود لها الحمل تشتغل معاك لغايه اما توصل لليفل هتيجي تزود لها الحمل هتقول لك يا ريس ده الحمار كده، حمار تيجي بقى تزود له الحمولة عليه يقف خلاص شكرا هي مش هيشتغل. يبقى طيب ايه التفسير بتاعهم بقى يا جماعة؟ التفسير بتاعهم قال لك مش الكونتراكشن هو عبارة عن اوفرلاب بتوين الاكتين والميوسين؟ قال لك اه،
قال لك او العلاقه كانت بتزيد، لان كل ما يزيد طول العضله او بيزيد الاوفرلاب ما بين الاكتين والمايسين. كل ما يزيد طول العضله في الاول حلو، انت بتزود الاوفرلاب بتاع الاكتين والمايسين، بتزود الكروس بريدج بتاع الاكتين والمايسين. The more the initial length, the more the number of active cross bridge between actin and myosin. يبقى كل ما العضلة تطول شوية هتلاقي إيه يا جماعة؟ هتلاقي الأوفرلاب بيزيد ما بين الأكتين والميوسين. لغاية إيه بقى؟ قال لك لغاية ما أوصل للليفل ده، كل ما العضلة تكبر عن كده هتلاقي حصل حاجة غريبة. إيه الحاجة الغريبة ده دكتور؟ الأكتين والميوسين بعدوا عن مين؟ عن بعض. حاجة اسمها إيه يا دكتور؟ حاجة اسمها over stretching للعضلة. يعني لما العضلة over stretch وتكبر قوي هتلاقي بقى يحصل separation. هنا بقى حصل separation between الأكتين والميوسين. طب في الأول كان بيحصل overlap between الأكتين والميوسين. يبقى يا جماعة فاهمني يا دكتور إيه حوار الأكتين والميوسين دول؟ من الآخر يا جماعة، كل ما بيزيد طول العضلة لقينا كل ما بيزيد طول العضلة أو الدم اللي رايح للعضلة القلب اللي هو الإند دايستوليك، ملخص الكلام يعني كل ما يزيد الدم اللي راجع للقلب اللي هو الإند دايستوليك فوليوم، يحصل استريتشنج للكاردياك مصل أو زيادة للنس بتاع الكاردياك مصل. فلما بيزيد اللنس بتاع الكاردياك مصل يا جماعة، الكاردياك مصل بتقوم عاملة أوفرلاب كويس ما بين الأكتين والميوسين، وترد هي كمان تزود الكونتراكشن، أكنها بتقول لك مهما زودتني حمل انا هزود لك الكونتراكشن، حملت عليا شويه هساعدك وازود لك الكونتراكشن. لكن الكلام ده كله ويز ليميتس. ليه يا جماعه؟ زي اي حاجه لو الحمل زاد عن الحد يا جماعه الكونتراكشن يبوظ تماما. طب ايه الفكره يا جماعه؟ قال لك لو الحمل زاد قوي على العضله، العضله النسائر هتفك من بعضها، يعني الاكتين والمايوسين ها الاوفرلاب اللي ما بينهم هيفك من بعضه، ما طولت قوي. فلما تطول قوي 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 الاكتين والميوسين شبه يفكوا من بعض، فلو فكوا من بعض وما بقاش في ايه كونتراكشن كويس. يبقى يا جماعه طول ما في اوفرلاب ما بين الاكتين والميوسين في الاول الكونتراكشن هينطق قوي، لغايه اما تعمل اوفر ستريتش انت كده يعتبر يعني عارف يعني جيت فشخت العضله جامد. حلو، اللي هو عملت ايه؟ خليت العضله يا جماعه توسع قوي. فلما وسعت العضلة قوي وعملت ستريتشنج جامد انت كده عملت ايه يا جماعة؟ انت كده لما عملت ستريتشنج جامد العضلة انت فصلت ما بين الاكتين والميوسين تماما، سابوا من بعض اصلا، فبالتالي ما تنتظرش ايه كونتراكشن. القانون ده بيتقال عليه ايه؟ بيتقال عليه فرانك ستارلينج لو، او اسمه التاني لينس تنشن كير. لينس عشان هو بيقارن ما بين طول العضلة اللي هي نشأة من الاند دايستوليك فوليوم، وبيقارن ما بين التنشن اللي هو الكونتراكشن بتاع الايه العضله، لان العلاقه الطرديه كل ما يزيد الطول يزيد الكونتراكشن. لكن كل ده ويز الليميت، هيوصل لحد معين طول العضله هيزيد قوي، فلو زاد قوي هيعمل سيباريشن بين الاكتين والميوسين، فالكونتراكشن الناتج هيبقى ضعيف جدا، وهو ده اللي قال عليه الفرانك ستارلينج لو. اذا يا جماعه اهم معلومه هنا ايه؟ اهم معلومه اسم القانون، اهم معلومه الكيرف، اهم معلومه انك تبقى فاهم ان البريلود هو يا جماعه الاند دايستوليك فوليوم، وهو فوليوم لود، وهو ده يا جماعه اللي بيحدد لي الانيشال لينس او الاستريتشنج بتاع الايه الكاردياك مصر. طيب تعالى نيجي للعنوان الثاني. العنوان الثاني بقى يا جماعه اللي هو ايه؟ اسمه الافتر لود. ايه بقى الافتر لود؟ اذا كان البريلود بالعربي كده الحمل اللي على الكاردياك مصر، فالافتر لود هو القوه اللي هتزق قدامها الكاردياك مصل. تاني يا دكتور، اذا كان البريلود الحمل اللي هتشيله الكاردياك مصل، فالافتر لود هو القوه اللي هتزق قدامها الكاردياك مصل. يعني ادي الكاردياك مصل ايه يا جماعه؟ اهي، مش احنا بنقول ان الدم بعد ما بيتجمع هنا اهوت بيبدا يتضخ في الاورطه؟ ايوه. مين القوة اللي بتواجه ضخ الدم يا جماعة؟ قال لك ضغط الأورطة ده. ضغط الأورطة. ضغط الأورطة أو الأورتك بريشر ده يا جماعة بالنسبة لي هو الأفتر لود. يبقى الأفتر لود هو إيه يا دكتور؟ الأفتر لود هو
الأورتيك بريشر، وبالتالي ممكن أقول عليه هو بريشر لود. يعني المرة اللي فاتت هو شوية الدم اللي بيتجمعوا في الفينتريكل، فعشان هم شوية دم فقلت عليهم فوليوم لود، لكن هو القوة هنا بقى في الأفتر لود هو القوة اللي القلب بيزق قصادها، هو القوة اللي القلب بيزق إيه قصادها. فالقوة دي عبارة عن ضغط الدم في الأورطة، فبالتالي أنا بحارب القوة. مين القوة اللي بحاربها؟ ضغط الدم في الأورطة. ليه؟ عشان أزق الشوية دول أدخلهم جوه الأورطة، يبقى لازم أتغلب على ضغط الأورطة عشان أدخل الدم الجديد جوه الأورطة. يبقى يا جماعة الحمل اللي شايله القلب يا جماعة هو الاند دايستوليك فوليوم أو البريلود. أما القوة اللي القلب بيحارب عشان يضخ الدم قصادها هي الأورتيك بريشر اللي قلنا عليها بريشر لود أو أفتر لود. طب يا دكتور، قال لك كل ما يزيد الأورتيك بريشر يا جماعة تتوقع زيادة الاند سيستوليك فوليوم. ليه يا جماعة؟ ما هو دلوقتي يا جماعة أنا بزق قدام قوة خارقة. تخيل أنا قدامي واحد قوي جدا اللي هو الأورتيك بريشر، لو عالي قوي الأورتيك بريشر يا جماعة هعرف أطلع استروك فوليوم كويس؟ لا. وبالتالي لو ما عرفتش أطلع استروك فوليوم كويس، مش الدم اللي هيتبقى بعد السيستول هيبقى كتير؟ أيوه. يعني بالتالي كل ما هيزيد الأورتيك بريشر هتوقع زيادة في الاندسيستوليك فوليوم. ليه يا دكتور؟ ها يعني الاتنين علاقتهم قريبة ببعض. الاندسيستوليك فوليوم بيعتبروه هو كمان الايه الافتر لود، ساعات يكتبوه ان هو تبع الافتر لود او هو الافتر لود، لكن انا عايزك تبقى فاهم ان الافتر لود هو الاورتيك بريشر نفسه، هو الاورتيك بريشر. انا بضخ الدم قدام الاورتيك بريشر فهو بالنسبه لي الافتر لود. امال ايه اللي جاب الاندسيستوليك فوليوم؟ ما هو يا جماعه الاورتيك بريشر ده يا جماعه ها لو انت عليت الدم فيه قوي يا جماعه مش هتعرف تطلع دم كويس، لو عليت الضغط فيه قوي مش هتعرف تطلع دم كويس، فهيزيد كده الاند سيستوليك فوليوم هو شويه الدم اللي هيبقوا في القلب بعد السيستول. طيب عرفنا ان الافتر لود هو الاورتيك بريشر، طيب وهو الفورس اللي اجينست ويتش ذا كاردياك ماسل ويل كونتراكت، القوه اللي الكاردياك ماسل بتكونتراكت قصادها، وقلنا هو عباره عن بريشر لود. طب يا دكتور هل هنسكت على الكلام ده؟ لا، قمنا عاملين مش كيرف واحد المره دي، عملنا شبه كيرفين. ايه اول كيرف؟ اول كيرف شبه اللي فات بالظبط، علاقه اللي فات كان العلاقه ما بين البريلود والايه والتنشن، هنعمل برضو علاقه ما بين التنشن او الفورس، بس المره دي وما بينه وما بين الافتر لود مش البريلود. يبقى العلاقه او الرسم البياني اللي هناخده دلوقتي هو هنرسم الافتر لود وقصاده التنشن او الفورس. لقينا ايه بقى يا جماعه؟ لقينا برضو القانون بيقول كالاتي، بيقول لك with the limits the more the after load اللي هو الأورتيك بريشر the more the force of contraction of cardiac muscle fiber. يعني كل ما هيزيد الأفتر لود هيزيد الكونتراكشن بتاع الايه القلب. كل ما يزيد ايه يا دكتور؟ كل ما يزيد الأفتر لود هيزيد الكونتراكشن بتاع القلب، بس برضو with the ايه with the limit. تقريبا هو نفس الكيرف اللي انا رسمه في البريلود. يعني كل ما يزيد ايه يا جماعة؟ كل ما يزيد الافتر لود هيزيد الكونتراكشن. طب تعالى نتخيل كده، كل ما يزيد الافتر لود يعني الاورتيك بريشر يعلى. طيب ايه اللي القلب هيعمله بقى يا جماعه؟ قال لك كل ما الاورتيك بريشر يعلى القلب ما يسكتش، القلب يا جماعه بيناطح اي حاجه. يعني ايه بيناطح اي حاجه؟ يعني من الاخر كده نفسه عزيزه لما بيلاقي الافتر لود عالي يقوم معلق قصادها الكونتراكشن. يا لهوي، عمل زي البريلود بالظبط، البريلود لما ابتدى يعلى هو كمان زود الكونتراكشن عشان يضخ الدم. يعني انت جبت لي دم كتير وحمل كتير لكن انا راجل طيب وهضخ لك شويه الدم دول. طيب لما يلاقي قدامه ضغط عالي برضه هو راجل طيب يقوم هو كمان مزود الكونتراكشن عشان يتغلب على الضغط العالي. يبقى كل ما يزيد الافتر لود يزيد قوه الايه الكونتراكشن يا جماعه، بس ويز ليميتس. حلو، طب فسروها ازاي يا جماعه؟ قال لك اقول لك حاجه، مش انت بتقول ادي القلب اهو، حلو، والقلب ده بتقول ان طالع من هنا مثلا اورتا اهو، حلو. طيب انت بتقول ان الاورتيك بريشر ده لو علي، الاورتيك بريشر لو علي عضله القلب بتزود الفورس عشان تزق الدم كويس. ايوه. طب الكلام ده حصل ازاي؟ قال لك تفسيره ايه؟ قال لك تفسيره مش الاورتيك بريشر ده يا جماعه
يطلع منه شريان اسمه الشريان التاجي اللي هو الكورونريز، والكورونري دول بيغذوا عضلة القلب. أيوه. فبيقول لك كل ما يزيد الأورتيك بريشر بيزيد تغذية القلب، فلما يزيد تغذية القلب القلب يزود الكونتراكشن. عرفت ليه ايه تفسير زيادة الكونتراكشن؟ ايوه دكتور، فاكر لما خدنا البريلود قلنا لما بيزيد البريلود بيحصل زيادة في قوة الكونتراكشن؟ كان ايه السبب؟ ان لما بتزود البريلود بتزود الاوفرلاب ما بين الاكتين والمايوسين، فبتحصل زيادة في الفورس اوف كونتراكشن. طيب هنا بقى دكتور قال لك كل ما بزود الاورتيك بريشر بيزيد برضو يا دكتور مين؟ ها، بيزيد قوة الكونتراكشن. طب ليه؟ قال لك عشان لما بتزود الاورتيك بريشر بتبعت دم اكتر في الكوروناري، فالدم ده بيروح للقلب فبيزود من قوة ايه؟ انقباض القلب. يبقى سواء البريلود او الافتر لود الاثنين يا جماعة اكن القلب بتزود عليه الحمل، سواء زودت عليه البريلود او الافتر لود هتلاقي القلب عمل ايه يا جماعة؟ هتلاقي القلب بيزود الكونتراكشن قصادك عشان يضخ البريلود وعشان يواجه مين يا جماعة؟ الافتر لود. الكيرف ده سميناه ايه؟ سميناه هل هنسميه لينس تنشن كيرف بقى يا جماعة؟ لا، الكيرف ده علاقة ما بين الافتر لود وعلاقة ما بين التنشن او الفورس. طيب في كيرف تاني يا جماعة بقى بس نركز عليه ويختلف على ده، اسمه فورس فيلوسيتي كيرف. اسمه ايه؟ اسمه فورس او لود، خلينا ممكن تلاقيه باسم تاني لود فيلوسيتي كيرف. يبقى في كيرف تاني او امسح دي خالص، اسمه ايه؟ ها، اسمه لود. لود ده اللي هو مين؟ الافتر لود، فيلوسيتي كيرف. طيب الكيرف ده يا دكتور بيقول ايه؟ بيقول بقى المره دي ان العلاقه عكسيه ما بين الافتر لود وما بين الفيلوسيتي اوف كونتراكشن. ازاي يعني العلاقه عكسيه؟ يعني لو رسمت الرسم البياني هيطلع كده، علاقتهم عكسيه ببعض، علاقتهم عكسيه ببعض. ازاي يا جماعه؟ ده هنسميه ايه؟ ها، الكيرف ده هنسميه لود فيلوسيتي كيرف. بيقول ايه بقى؟ بيقول لك كل ما يزيد الافتر لود، كل ما يزيد مين يا جماعه؟ كل ما تزيد الافتر لود بيحصل ايه في الفيلوستي؟ بتقل الفيلوستي. وزن ليميتس ذا مور ذا افتر لود، ذا مور ذا افتر لود، ذا ليس ذا فيلوسيتي اوف كونتراكشن، او ذا ليس ذا فيلوسيتي اوف شورتنج اوف ذا كاردياك ماسل. ما هو شورتنج اوف ذا كاردياك ماسل؟ هو الكونتراكشن. يبقى كل ما يزيد الافتر لود تقل، بس مش تقل الفورس، تقل السرعه. ركز قوي في الكلمه دي يا دكتور، عشان انا رسمت كيرفين هم يعبروا عن الافتر لود. واحد علاقه ما بين الافتر لود وما بين قوه الكونتراكشن، واحد علاقه ما بين الافتر لود وسرعه الايه؟ الكونتراكشن. يبقى في كيرفين خدتهم في الافتر لود، واحد بين الافتر لود وقوه الكونتراكشن، واحد بين الافتر لود وسرعه الكونتراكشن. قلنا لما بتزيد الافتر لود يزيد من قوه الكونتراكشن لانه بيغذيه اكتر بالكوروناري. طيب لما تزيد الافتر لود يا جماعه تقل الفيلوستي. يعني تخيل انت دلوقتي انا بقول لك زق الباب، بس زق الباب ده وفي ثلاثه ورا الباب بيزقوا معاك. الثلاثه اللي ورا الباب ده اللي هو الاورتيك بريشر عالي قوي، عالي قوي، الافتر لود عالي قوي، حلو. في ورا الباب ثلاثه بيسقوا قصاده، حلو. انا ما بقولكش قوه زقك هتبقى عامله ازاي. الطبيعي لما انت تواجههم عشان تتغلب على الثلاثه اللي ورا الباب لازم تزود من قوة الزق بتاعتك عشان تعرف تزق الباب. هو ده اللي خدناه في الكيرف الأولاني، إن القلب بيحاول يزود من قوته عشان يتغلب على الأفتر لود. لكن أنا في الكيرف الثاني ما بكلمكش عن القوة، أمال بكلمك عن إيه؟ بكلمك عن السرعة يا دكتور. يعني إيه السرعة؟ لو في ثلاثة ورا الباب وأنت بتحاول تزق قصادهم، حلو، ونجحت إنك تزق، هل سرعتك هتبقى أقل ولا أكتر لو مفيش حد ورا الباب؟ أكيد طبعًا سرعتي هتبقى أقل يا دكتور. ليه؟ لأن المقاومة اللي قصادي زادت. يبقى كل ما يزيد الأفتر لود بيزود المقاومة اللي قصاد القلب، فبيقلل من سرعة انقباض القلب. بالرغم إنه بيقلل من سرعة انقباض القلب إلا إنه إيه؟ بيزود من قوة انقباض القلب. يبقى في فرق بين فيلوستي وإيه؟ وفورس أو تنشن. الفيلوستي يا جماعة علاقتها عكسية، عكسية بالأفتر لود. أما التنشن أو الفورس نفسها علاقتها طردية بالإيه؟
بالافتر لود، وهو دول الكيرفين اللي يهموني، حاجه اسمها الكيرف بتاع البريلود اللي هو اسمه ستارلينج فورس، واللي هو ايه ليه اسم تاني اسمه تنشن لينس كيرف، تنشن لينس كيرف. والكيرف ده يا دكتور ده برضو من الكيرفات اللي تهمني، لانه هو علاقه برضو يا دكتور ما بين مين، ها ما بين الافتر لود وما بين يا دكتور التنشن برضو او الفورس اوف كونتراكشن، لقينا علاقتهم طرديه. ولو العلاقه ما بين الافتر لود وسرعه الكونتراكشن حتى بنسميه لينس فيلوستي، لينس فيلوستي كيرف، هتلاقي لو العلاقه ما بين اللينس والفيلوستي هتلاقي العلاقه بقت ايه يا جماعه، بقت عكسيه. يبقى العلاقه عكسيه مع الفيلوستي والعلاقه طرديه مع قوه الايه الكونتراكشن. ادي كده يا دكتور الافتر لود. ما اعتقدش في حاجه تاني ممكن تلاقيها في الافتر لود. طب تعالى بقى لتالت حاجه عندنا، وهي الافكت اوف ايه، هارت ريت. هارت ريت يبقى تالت حاجه الافكت اوف هارت ريت على الكونتراكتيلتي. يبقى انا خدت دلوقتي كام عنوان يا دكتور، خدت البريلود خلصتها، وبعدين خدت الافتر لود، وبقول لك دلوقتي افكت اوف هارت ريت على الكونتراكتيلتي. ايه بقى الافكت اوف هارت ريت على الكونتراكتيلتي؟ افكت اوف هارت ريت على الكونتراكتيلتي ده بنسمي الهارت ريت ستير كيس فينومينا، ستير كيس ايه فينومينا، او بنسميها تريب فينومينا. يبقى يا جماعه الهارت ريت ايه علاقته بالكونتراكتيلتي؟ قلنا الهارت ريت يا جماعه بيعمل ايه، هنشوف دلوقتي بيعمل ايه في الكونتراكتيلتي. لقينا هنرسم رسم بياني الهارت ريت والكونتراكشن. قال لك الرسمه بتبقى عامله كده، ايه الرسمه دي يا دكتور؟ الرسمه بتبقى عامله كده، ايه الرسمه دي يا دكتور؟ هنا الهارت ريت مثلا 50، هنا بقى الهارت ريت 70، هنا مثلا الهارت ريت 90، هنا 100 الهارت ريت 100، هنا 150 الهارت ريت 150، وهكذا. يبقى يا جماعه كل ما بيزيد الهارت ريت بنلاقي ايه؟ قال لك كل ما بيزيد الهارت ريت بيزيد من قوه الكونتراكشن. كل ما بتزود الهارت ريت بتزيد من قوه الكونتراكشن، لدرجه ان يوصل لمرحله زي البلاتو كده، خط عامل زي درجات السلم بالظبط. كل ما بيزيد الهارت ريت لقينا الكونتراكشن في الرسم البياني ده قاعد يزيد. حلو، فسمينا الخاصيه دي اسمها تريب فينومينا او ستيركيس فينومينا. ليه قلت يا دكتور عليها تريب فينومينا او ستاركيس فينومينا؟ حلو، لانها عامله زي درجات السلم، كل ما بيزيد الايه ها الهارت ريت يزيد معاك الكونتراكتيلتي، كل ما بيزيد الهارت ريت بيزيد معاك الكونتراكتيلتي. انت عارف ليه يا جماعه الهارت ريت لما بيزيد بيزود معاك الكونتراكتيلتي؟ ايوه يا دكتور عارف، بسبب حاجتين. قال لك لما الهارت ريت بيزيد انت بتعمل حاجه مهمه قوي، انك حاجتين اهم. لما الهارت ريت بيزيد قال لك انت بتدفي العضله، بتدفي العضله، بتعمل لها وورمنج. يعني ايه وورمنج يا دكتور؟ بتسخن العضله. طب وايه المشكله ان تسخن العضله؟ لما بتسخن العضله يا جماعه قوه انقباضها بتزيد، لان الورمنج ده بيزود لك الرياكشن اللي جوه العضله، فبيزود لك من قوه مين؟ الكونتراكشن. يبقى الهارت ريت يا جماعه كل ما يزيد بيعمل ايه؟ قال لك اول حاجه بيعمل وورمنج، يعني بيخلي العضله تدفى، ولما العضله تدفى يا جماعه الرياكشنز جواها والميتابوليك رياكشن تزيد، ولما الميتابوليك رياكشن تزيد والعضله تدفى قوة الكونتراكشن ايه يا جماعة؟ قوة الكونتراكشن بتزيد. طب هل في تفسير تاني ان الهارت ريت لو علي هيأثر على الكونتراكتيلتي؟ ايوه، في سبب تاني. قال لك حاجة اسمها كالسيوم، زيادة الكالسيوم ريليز فروم ساركوبلازميك ريتيكولوم انتو ذا سايتوبلازم. يعني ايه فهمنا يا دكتور؟ بيزيد الكالسيوم ريليز من الساركوبلازميك ريتيكولوم. ايه اللي جاب يا دكتور القلعة جنب البحر؟ قال لك ما هو الهارت ريت لو زاد، عشان يزيد الهارت ريت ارجع كده للاكشن بوتنشال، ها هتلاقي ان لازم الكالسيوم يخش مين؟ جوه الخليه. يعني عشان يحصل اكشن بوتنشال للاس نود، حلو، لازم يخش كالسيوم جوه الخليه.
وعشان يحصل اكشن بوتنشال لعضله القلب الطبيعيه الاوردينري مسل كان برضو بيخش كالسيوم جوه الخليه، فدايما الكالسيوم بيخش جوه الخليه، والكالسيوم اللي بيخش جوه الخليه ده بيساعد على الريليز من السيركوبلازميك ريتيكل، الريليز بتاع الكالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكل، وهو ده اللي بيعمله الهارت ريت. قال لك كل ما الهارت ريت يعلى، كل ما الهارت ريت يعلى بيعمل ايه يا دكتور؟ بيدفي العضله اكتر، ولما يدفي العضله اكتر يزود الرياكشنز اللي جوه العضله فيزود من قباض العضله. طب الحاجه الثانيه يا دكتور، قال لك كل ما الهارت ريت يعلى ده بيشغل العضله اكتر ويبدا يحصل اكشن. ما الهارت ريت ده يعني ايه؟ هارت ريت ده يا جماعه اللي هي عدد ضربات القلب، عدد ضربات القلب مين اللي بيحددها؟ الريزمستي، وبيتبعه بقيه عضلات القلب. طيب طالما انت عملت اكشن بوتنشال كتير يا دكتور، كل اكشن بوتنشال كتير انت بتعمله بتدخل كالسيوم وبتطلع كالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولم، فطالما طلعت كالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولم، انا لسه دارس الكونتراكشن من شويه بيعتمد اعتماد كلي على مين؟ على الكالسيوم. يبقى يا جماعه الهارت ريت ازاي بيأثر في الكونتراكتيلتي؟ لحاجتين يا دكتور. اول حاجه الهارت ريت لما بيعلى بيعلي حراره مين؟ ها الخلايا، فبيخلي الخلايا تشتغل احسن والكونتراكشن يحصل احسن. الحاجه الثانيه الهارت ريت هي 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 عدد ضربات القلب. طيب عدد ضربات القلب دي يا دكتور بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على انها بتحصل اصلا عدد ضربات القلب بسبب الاس نود، هي اللي بتطلع الضربات دي، والاس نود الاكشن بوتنشال بتاعها لازم بيخش فيه الكالسيوم جوه الخليه، ونفس الكلام بيروح الكلام ده للاوردينري ماسل، تقوم الاوردينري ماسل تعمل الاكشن بوتنشال بتاعها. الاكشن بوتنشال بتاع الاوردينري ماسل هي كمان بتدخل الكالسيوم جوه الخليه. واضح كده ان دخول الكالسيوم جوه الخليه ها ده هيساعدني، هيساعدني في ايه؟ قال لك ما هو الكالسيوم لما يخش جوه الخليه ده هيساعدني في الايه؟ في الكونتراكشن. مش انا خدت حاجه اسمها كالسيوم انديوس كالسيوم ريليز؟ يعني كل ما الكالسيوم يخش ده بيعمل كالسيوم ريليز من السبكوبلازميك، فالكالسيوم بقى الناتج ده كله بيزود لك من قوه الكونتراكشن. اذا مع علو الهارت ريت تتوقع يا دكتور، مع علو الهارت ريت هيزيد الكونتراكشن. ليه يا دكتور هيزيد الكونتراكشن؟ عشان زياده الورمنج بتاع الخليه وعشان زياده الكالسيوم جوه الخليه. يبقى زياده الهارت ريت بتزود حاجتين، بتزود الكالسيوم وبتعمل ورمنج جوه الخليه. طب هل الكلام ده ليه حدود ولا على طول؟ دايما يا جماعه احنا متفقين ان كل حاجه وليها حدود. يعني ايه كل حاجه وليها حدود؟ يعني لما جينا على الافتر لود والبري لود، مش قلنا ان هم ويز الليمتس؟ يعني في درجه الكلام ده ما بتحصلش. ايوه قلنا ان الكلام ده ويز الليمت. نفس الكلام في الهارت ريت، الهارت ريت يا جماعه كل ما بيزيد بيزود معاه في الاول الكونتراكشن، كل ما بيزيد بيزود الكونتراكشن، لكن هيوصل لدرجه معينه هتلاقي الهارت ريت ما بيأثرش على الكونتراكشن زي درجات السلم، هتلاقيه وقف. هو ده اللي حصل على الرسم، كل ما بيزيد الهارت ريت يزيد الكونتراكشن، يزيد الكونتراكشن، يزيد الكونتراكشن، بيسخن العضله، بيسخن العضله، بيسخن العضله، لكن هيجي في مرحله يا دكتور هتلاقي الكونتراكشن مش هيزيد عن كده. يبقى كل حاجه ويز الليمتس، كل حاجه ويز الليمتس. اذا يا جماعه انا خدت كده كام نقطه؟ انا خدت ثلاث نقط لغايه دلوقتي، انا خدت ثلاث نقط من العوامل اللي بتاثر على الكونتراكتيلتي. خدت البريلود وعرفنا ازاي ان كل ما يزيد الحمل على القلب بيزيد من الكونتراكشن بتاع القلب، دي علاقه طرديه، وسمينا الكيرف ده يا دكتور عشان البريلود ده بيأثر على اللينس، سميناه لينس تنشن ريليشن ريليشن شيب او كيرف. طيب وجينا على الافتر لود، قلنا ازاي الافتر لود بتزود الكونتراكشن، هي كمان كل ما يزيد الضغط اللي انا بزقه قدامه بضطر ازود من الكونتراكشن عشان اعرف اضخ الدم. مين الافتر لود ده؟ اللي هو الاورتك بريشر. كل ما الاورتك بريشر يعلى غصب عني ازود قوتي عشان اعرف اضخ الدم قصاده. يبقى ده برضه علاقته طرديه، لكن وانا بشرح علاقته الطرديه قلت اوعى عملت كيرف تاني. اسمه ايه الكيرف التاني يا دكتور؟ فورس فيلوستي. يعني ايه يعني ايه يا دكتور الفيلوستي بقى يا دكتور؟ عايزك تاخد بالك من اللود فيلوستي كيرف. ليه بقى اسمه لود فيلوستي كيرف؟ لان كل ما بنزود الحمل سرعه الكونتراكشن بتقل. حلو، وانا فسرتها لك بفكره الباب. لو انت يا جماعه في ثلاثه ورا الباب بيزقوا قصادك، حلو، غصب عنك عشان تعرف تقاومهم لازم هتزود قوتك. حلو، زياده القوه يبقى دي علاقه طرديه، كل ما يزيد الزق ورا الباب حضرتك تزود القوه بتاعتك، لكن دي ملهاش علاقه بسرعتك، سرعتك بالعكس هتقل،
كل ما يزودوا اكتر والثلاثه يبداوا يزق الباب، انت سرعتك مش هتعرف تفتح الباب بسهوله. هل لو انت الباب ما وروش حد مش هتفتحه بسهوله بسرعه؟ طيب لما ثلاثه بيزقوا قصادك مش هتعرف تفتح الباب بسهوله. عشان كده العلاقه عكسيه ما بين الفيلوستي واللود، والعلاقه طرديه ما بين الفورس اوف كونتراكشن واللود او الافتر لود. الارت ريت هو كمان كل ما بيزيد بيزود الكونتراكشن. وفهمنا فهمنا يا دكتور وفهمنا القانون بتاعه اللي اسمه تريب فينومينا او ستيركيس فينومينا، وان كل مع زياده الهارت ريت العضله تسخن اكتر وتدخل كالسيوم اكتر، وده بيساعدها انها تعمل كونتراكشن كويس. طب ايه بقى الانتروبيك ستيت؟ قال لك الانتروبيك ستيت دي اللي هي يا دكتور، قال لك ده رابع عامل. ماله بقى الرابع عامل ده؟ قال لك الانتروبيك ستيت ده رابع عامل عندك. اول ثلاث عوامل قلناهم الهارت ريت والبريلود والافترلود. طيب الانتروبيك ستيت هتلاقي كتب لك ايه في الكتاب؟ بيقول لك ان الحاله الطبيعيه لعضله القلب، ها عضله القلب مش بتبقى عامله يا جماعه كونتراكشن ماكسيم، بتبقى عامله كونتراكشن بلو الماكسيم. يبقى عضله القلب يا جماعه لما بتيجي تعمل كونتراكشن هي نصح ما بتجيبش اخرها، بتعمل لك كونتراكشن ها قبل الماكسيم مش اعلى حاجه. يعني لو انت عايز تعلي تعلي، عايز توطي توطي. يبقى عضله القلب يا دكتور اما بتيجي تعمل كونتراكشن بتعمل لك كونتراكشن قلنا ايه؟ بلو الماكسيم، بلو الماكسيم. طيب لما تعمل كونتراكشن بلو الماكسيم ده بيديك انت الفرصه انك انت تزود منها او تقلل منها عن طريق بقى بعض العلاجات وبعض الادويه وبعض التاثيرات. لكن هيخرج من التاثيرات دول البرود والافترلود. البرود والافترلود مش من ضمن التاثيرات، احنا خدناهم لوحدهم. يبقى تاني ايه اللي هنشرحه في الانتروبيك ستيت؟ اللي هنشرحه في الانتروبيك ستيت بسم الله الرحمن الرحيم هيقول لك الكونتراكشن بتاع عضله القلب ده مش اقوى حاجه، وبالتالي في عوامل دلوقتي هنقولها هتاثر لك في الايه؟ ها الكونتراكشن، هتاثر لك في الكونتراكشن، ممكن تعلي لك الكونتراكشن وممكن توطي لك الكونتراكشن. حلو كده؟ طيب هل العوامل دي هي البريلود والافتر لود؟ لا مش البريلود والافتر لود. والدليل على كده انا هقول لك العوامل دلوقتي، وفي اول كل حاجه هقول لك بعد ثبات البريلود والافتر لود. يعني انا هدرس دلوقتي شويه حاجات ولما باجي ادرسهم بثبت البريلود والافتر لود بتاعي. طب ايه بقى الحاجات اللي ادرسها في الانتروبيك ستيت؟ قال لك الانتروبيك ستيت دول يا جماعه فيهم حاجات، الانتروبيك ستيت في بعض الحاجات لقيناها بتزود من الكونتراكتيلتي بتاع القلب، وبعض الحاجات بتقلل من الكونتراكتيلتي. وانا اتفقت معاك ان الكونتراكتيلتي ماشي الماكسيم، فقدامنا فرصه نزودها وقدامنا فرصه نقللها. ايه الحاجات اللي بتزود الكونتراكتيلتي؟ السمباثيك. طب واللي بتقلل الكونتراكتيلتي؟ البارا سمباثيك. يبقى السمباثيك بيزود والبارا سمباثيك بيقلل. طيب ايه كمان يا دكتور؟ ها في حاجات بتزود الكونتراكتيلتي وحاجات بتقلل الكونتراكتيلتي، بس كل دول معلش هنحطهم تحت عنوان اسمه الاكسترنسك، لان دول ادويه شويه حاجات هناخدهم جايه من بره القلب، لان في عنوان تاني اسمه انترنسك. تاني بقى يا دكتور كده وضح لي تاني عشان انا اتلخبطت. بص يا ريس الانتروبيك هنقسمهم لحاجتين، يا اكسترنسك يا انترنسك. الاكسترنسك هنقسم حاجات هتزود وحاجات هتقل. امال ايه يا دكتور الانترنسك دول؟ الانترنسك دول يا جماعه هو ان يحصل في عضله القلب مشكله. يعني اديني مثال، لما عضله القلب يجي فيها مشكله زي هارت فيلير، تفشل عندها فشل مش عارفه تشتغل. لما عضله القلب يحصل فيها هارت فيلير، هارت فيلير يا دكتور هارت فيلير يعني مايوكارديال فيلير، ده بيبوظ اهو جه مرض فيها مثلا، جه اي ديزيز، جه جلطه، جه حاجه بوظ لك قدره القلب على الانقباض هارت فيلير، او جالك جلطه جامده في القلب فجاه
اللي بنقول عليها مايوكارديال سكيميا او مايوكارديال انفاركشن. مالهم دول يا دكتور؟ الحالتين دول يا جماعه المايوكارديال سكيميا والمايوكارديال انفاركشن ها والهارت فيلير، كل دول بيعملوا ايه يا جماعه؟ كل دول تاثيرهم سلبي، تاثيرهم سلبي على الكونتراكتيلتي، بيقللوا الكونتراكتيلتي. يبقى تاني يا جماعه، لما عضلة القلب تبقى ضعيفة، عضلة القلب تبقى ضعيفة لأي سبب، حلو، مرضي، سواء مايوكارديال فيلير أو هارت فيلير، سواء انفاركشن أو اسكيميا اللي هي تجلط في أوعية الدم بتاع القلب، في الحالتين دول القلب هيبقى ضعيف ومش هيعرف يضخ الدم كويس، يعني كده هتقل معانا مين؟ الكونتراكتيلتي. يبقى لما القلب يتعب هيقل مين؟ الكونتراكتيلتي. ده اسمها انترنسيك فاكتور. امال ايه بقى الاكسترنسك فاكتور اللي هتزود او هتقلل الكونتراكتيلتي يا دكتور؟ قال لك الاكسترنسك فاكتور دول كذا حاجه، منهم السمباثيتك والبارا سمباثيتك. هل بس كده؟ قال لك لا، الزنسين او الكافيين ده بيزود الكونتراكتيلتي، ده دواء من الادويه. في دواء تاني اللي هم الاكسترا او خلينا نقول الديجيتالز، ده بيزود الكونتراكتيلتي. في دواء تالت اسمه الاكسترا سيلولر فلويد كالسيوم، ده برضو بيزود الكونتراكتيلتي. طب مين يا دكتور اللي بيقلل الكونتراكتيلتي؟ قلنا اللي بيقلل الكونتراكتيلتي مين؟ قلنا البارا سمباثيتك. بس كده يا دكتور؟ لا، مش البارا سمباثيتك، ثلاثه بحرف الاي، الانتي اريزمك، او مين تاني يا دكتور؟ الكالسيوم بس المره دي انتاجونست، او مين تاني؟ الاناسيتك ايجنت. كل دول بيقللوا، لكن التانيين دول ايه؟ بيزود. يبقى في بعض الادويه والحاجات يا جماعه خارجيه من القلب، مش ناشئه في عضله القلب، حاجات خارجيه، ادويه ومواد كيميائيه ممكن تزود لك الكونتراكتيلتي وتقلل لك الكونتراكتيلتي، خلاص، من غير ما تأفكت قوي على فكرة البريلود والأفترلود. خلاص، زي مين يا دكتور؟ زي السمباثيتك والباراسمباثيتك، زي قلنا الكافيين بحرف السي اهوت، الكافيين، وبعد كده الديجيتالس بحرف الدي، وبعد كده الاكسترا سيلولر فلويد كالسيوم بحرف الاي، اي وبعدها اف يا جماعة. خلاص، يبقى قالك اخر حرف اللي هو الجي، الجلوكاجون. جلوكاجون ده حرف الجي، يعني اهو سي دي اي اف جي، اهو السي اللي هو قلنا الكافيين، الدي ده يا دكتور الديجيتالس، الاي اللي هي الاكسترا سيلولار فلويد كالسيوم، والاف دي اللي هي الفلويد يعني، والجي دي اللي هي الجلوكاجون. مالهم دول يا دكتور؟ الحاجات دي يا دكتور بتزود الكونتراكتيلتي. طيب تعالى نفهم ليه الحاجات دي بتزود الكونتراكتيلتي. طيب الحاجات اللي قصادها بتقلل الكونتراكتيلتي مين؟ قال لك الباراسمباثيتك والانتي اريزم والانتاجونست للكالسيوم والاناسيتيك ايجنت، ولو عايز تزود دواء كمان اسمه الباربيتيوريت. الباربيتيوريت ده واحد من الادويه المهدئه واللي بتنوم، برضه بيقلل الكونتراكشن بتاع عضله القلب. طب تعالى نفهم، تعال نفهم واحدة واحدة. أول عامل يا جماعة بيزود الكونتراكشن بتاع عضلة القلب خارجي هو السمباثيتك. السمباثيتك بيزود الكونتراكشن. طيب فيقوم واحد سائل نفسه ليه؟ هقول لك أنا، السمباثيتك ده عصب آخره بيطلع حاجة اسمها نور أدرينالين. النور أدرينالين ده قلنا بيشتغل على ريسبتور على سطح الخلية اسم الريسبتور بيتا 1، فلما يمسك في بيتا 1 ريسبتور، الريسبتور دي يا جماعه تقوم مطلعه حاجه اسمها سايكليك اي ام بي. يبقى تاني، النور ادرينالين اللي طالع من السمباثيتك هيمسك في البيتا 1 فيطلع السايكليك اي ام بي. طب ولما يطلع السايكليك اي ام بي ده يا دكتور هيعمل ايه؟ قال لك السايكليك اي ام بي ده من اهم الحاجات اللي بتنشط انزيم اسمه بروتين كاينيز. بروتين كاينيز، طب ولما يتنشط الانزيم اللي اسمه بروتين كاينيز ده يعمل ايه؟ ها،
السايكليك اي ام بي ينشط حاجه اسمها بروتين كايناز. طب البروتين كايناز ده يعمل ايه؟ بيعمل فوسفوريليشن للفولتج جيتد كالسيوم اتشان، يعني بيروح يشغل الكالسيوم اتشان. حلو. طيب يا دكتور، يبقى السمباثيتك يا دكتور بيعمل ايه؟ بيزود السايكليك اي ام بي فبيزود البروتين كايناز فبيشغل الفولتج جيتد كالسيوم اتشان. بس كده يا دكتور؟ قالك لا، السايكليك اي ام بي يا دكتور بيساعد على الاكتيف ري ابتيك اوف كالسيوم تو ساركوبلازميك ريتيكولوم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك السايكليك اي ام بي مش بس بيساعدك في دخول الكالسيوم اهو وقت الكونتراكشن، هو بيساعدك في دخول الكالسيوم عشان تعمل ايه؟ كونتراكشن. طيب في نفس الوقت بعد ما بتخلص الكونتراكشن بياخد الكالسيوم ده يدخله جوه الساركوبلازميك ريتيكولوم، فبيساعدك كمان في الريلاكسيشن. تاني يا دكتور كده فهمني. السمباثيتك ده يا جماعه رهيب رهيب رهيب. ليه بقى رهيب رهيب رهيب؟ قال لك بيساعدك في حاجتين، بيساعدك عن طريق السايكليك اي ام بي في حاجتين. ايه الحاجتين دول يا دكتور؟ قال لك بيساعدك في الكونتراكشن وبيساعدك كمان في ايه يا جماعه؟ في الريلاكسيشن. في الكونتراكشن ازاي؟ ان هو بيدخل لك كالسيوم. في الريلاكسيشن ازاي؟ ان بياخد الكالسيوم ده في الاخر يدخله جوه الساركوبلازميك ريتيكولوم. طيب يبقى ده فايدته، بيشغل الكالسيوم ويدخل الكالسيوم وفي نفس الوقت بيدخل الكالسيوم جوه الخليه تعمل الكونتراكشن بتاعك، وبعد كده ياخده جوه الخليه يوديه للساركوبلازميك ريتيكولوم فيحصل الريلاكسيشن. طب يا دكتور السمباثيتك فهمنا انه بيعمل ايه؟ قلنا بيزود الكونتراكشن وفي نفس الوقت بيزود ايه يا جماعه؟ الريلاكسيشن. اشمعنى؟ لان السايكليك اي ام بي بتزود الكونتراكشن عن طريق انها بتفتح الكالسيوم اتشانل اسمها فولتج جيت الكالسيوم اتشانل. طب بتزود الريلاكسيشن ازاي؟ بتدخل الكالسيوم تاني بعد شويه جوه الساركوبلازميك ايه؟ ريتيكولوم. عشان كده يا جماعه لو انا عرفت تاثير السمباثيتك ادي، لو افترضت ده الكونتراكشن والريلاكسيشن من غير سمباثيتك، ادي الكونتراكشن والريلاكسيشن من غير سمباثيتك، بفضل السمباثيتك هيحصل ايه يا جماعه؟ هيزيد الكونتراكشن ويزيد ايه يا جماعه؟ الريلاكسيشن. الاثنين هيبقوا صراع. ازاي؟ هتلاقي الكونتراكشن حصل بسرعه وبقوه والريلاكسيشن بدا على طول. الاثنين يا جماعه بيبقوا ايه؟ بيبقوا سرعة. يبقى بيزيد الكونتراكشن وبيزيد كمان الريلاكسيشن. عشان كده الرسمه دي بسبب السمباثيتك، لكن دي النورمال. السمباثيتك عمل ايه بقى؟ السمباثيتك يا دكتور زود السايكليك اي ام بي عشان اتحد مع الريسبتور بتاعته اللي اسمها بيتا 1. فالبيتا 1 دي يا دكتور زودت السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي مش هيسكت، هيروح على البروتين كايناز ثم على الكالسيوم شانل يقول لها خش اعملي كونتراكشن، وبعد شويه هياخد الكالسيوم اللي عمل كونتراكشن يدخله جوه الساركوبلازميك ريتيكولوم يقول لها اتنيلي انت هنا عشان نعمل بسرعه ريلاكسيشن. يبقى هو ساعد في ايه يا دكتور؟ ساعد في تسريع وقت الكونتراكشن وتسريع وقت الريلاكسيشن. عشان كده الرسمه البيانيه الحمراء اللي انا رسمها لك دي يا دكتور بتوضح لك انه زود من سرعه الكونتراكشن وسرعه مين؟ الريلاكسيشن. طيب ده تاثير السمباثيتك. يبقى السمباثيتك قلنا بيعمل ايه؟ فكره شغله كلها انه بيزود السايكليك اي ام بي. فبيقوم يا دكتور عامل حاجتين، حاجه بتساعد ده وحاجه بتساعد ده. حاجه بتساعد الكونتراكشن انه بيفتح الكالسيوم فولتج تشانل. حاجه بتساعد الريلاكسيشن انه بيروح في الاخر يعمل بامبنج للكالسيوم في الساركوبلازميك ريتيكولوم. حلو. فبيخلي ده سريع وده سريع. امال ايه الادويه الباقيه يا دكتور؟ قال لك اول دواء اسمه كافيين. اسمه ايه؟ كافيين. اسمه الثاني زانسين. ماله الدواء يا دكتور؟ قال لك الكافيين او الزانسين بيعملوا ايه؟ قال لك بيزودوا انقباض القلب برضه. طب بيزودوا انقباض القلب ازاي يا دكتور؟ قال لك بيزودوا انقباض القلب اهو، يبقى المحصله وزياده الكونتراكتيلتي اللي هو الكافيين ومين؟ والزانسين. طب بيزودوا ازاي الكونتراكتيلتي يا دكتور؟ قال لك بيمنعوا البريك داون بتاع السايكليك اي ام بي. بيبريفنت البريك داون بتاع السايكليك اي ام بي. يعني ايه بيبريفنت البريك داون يا دكتور؟ يعني بالاخر بيمنع تكسير السايكليك اي ام بي. فلما يمنع تكسير السايكليك اي ام بي السايكليك اي ام بي هيعلى، ولسه واخدين لما السايكليك اي ام بي هيعلى هيساعد فين؟ في الكونتراكشن.
يبقى الزنزيم بتعمل ايه؟ بتمنع تكوين، بتمنع تكسير سايكليك اي ام بي. يعني السايكليك اي ام بي يا دكتور ده هيحصل له ايه؟ هيعلى، ولما السايكليك اي ام بي هيعلى هيزود لك قوه الكونتراكشن وقوه الريلاكسيشن. ادي تاثير مين يا دكتور؟ تاثير الزنزيم. طيب امال تاثير ايه يا دكتور؟ الديجيتال، سيبه على جنب دلوقتي اقوله لك. وفي كمان الاكسترا سيلولر فلويد كالسيوم، في كمان الجلوكاجون. قال لك الجلوكاجون ده بقى لذيذ هو كمان، اشمعنى؟ قال لك هو كمان بيزود الكونتراكشن. طيب بتعمل ايه، بتعمل ايه يا عم الجلوكاجون؟ هل يا جلوكاجون مثلا زي الزنسين كده بيمنع تكسير السايكليك ام بي؟ قال لك لا، الجلوكاجون بيساعدك في تكوين السايكليك ام بي، فالسايكليك ام بي هيساعدك بعد كده في ايه؟ في الكونتراكشن. يبقى الجلوكاجون واحد بيمنع تكسير السايكليك ام بي اللي هو الكافيين، واحد بيزود السايكليك اي ام بي اللي هو الايه؟ الجلوكاجون. امال يا دكتور الاكسترا سيلولر فلويد كالسيوم بتعمل ايه؟ قال لك بتزود الكونتراكشن. ازاي يا دكتور؟ ما انا قايل لك من شويه يا دكتور ان احنا مختلفين على السكيليتال ماسل. السكيليتال ماسل بتعتمد على الكالسيوم اللي طالع من السيركوبلازميك ريتيكول، اما الكاردياك ماسل بتعتمد على الكالسيوم اللي داخل من بره جوه الخليه، اللي هيساعد الكالسيوم ان يطلع كمان من السركوبلازميك ريتيكول. طب مين اكتر؟ هل بتعتمد على الاكسترا سيلولر ولا بتعتمد على السركوبلازميك؟ قال لك لا، بتعتمد على الاكسترا سيلولر. اذا الاكسترا سيلولر كالسيوم هياثر عليها ولا مش هياثر؟ هياثر. طالما هي معتمده عليه اعتماد كلي على الكالسيوم اللي جاي من بره، يبقى تغيرات في الكالسيوم اللي جاي من بره هياثر على مين يا جماعه؟ هياثر على الكونتراكتيلتي، هيزود لنا الكونتراكتيلتي لان هيوفر لنا الكالسيوم اللي عامل بيه ايه؟ كونتراكشن. لان الكالسيوم اللي بيعمل كونتراكشن في العضلات، ها وبالذات عندنا الكلام النهارده على عضله الكارديك ماسل، بيبقى جاي من الاكسترا سيلولر فلويد. يبقى الاكسترا سيلولر فلويد كالسيوم هياثر على انقباض العضلات. يبقى فهمنا الجلوكاجون، وفهمنا الاكسترا سيلولر فلويد كالسيوم، وفهمنا الكافيين او الزنسين والسمباثات. من الاخر اهوت السمباثات زود السايكليك ام بي فسرع وقت الكونتراكشن والريلاكسيشن. جه معلم الزنسين برضو زود السايكليك ام بي، بس زودها ازاي؟ انه منع البريك داون بتاع السايكليك ام بي فبرضو زود الكونتراكشن. جت الجلوكاجون زودت تكوين السايكليك ام بي فزودت الايه؟ الكونتراكشن. امال يا دكتور ايه الاكسترا سيلولر فلويد فوليوم او كالسيوم؟ الاكسترا سيلولر فلويد كالسيوم بيأثر قلنا على عضلة القلب، لأن عضلة القلب بتعتمد اعتماد كلي على الكالسيوم اللي موجود في الاكسترا سيلولر. آخر حاجة عندنا الديجيتاليز من الحاجات اللي بتزود، ها الديجيتاليز. اشمعنى بقى يا دكتور الديجيتاليز؟ الديجيتاليز ده تحت شعار ودنك منين يا جحا؟ إيه ودنك منين يا جحا ده؟ ها قال لك مش أنا قلت وأنا بعمل البلاتو في بامب هنا على عضلة القلب اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينجر؟ ايوه، في بامب يا جماعه موجوده على عضله القلب اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينجر، وفي بامب ثانيه موجوده على عضله القلب طبيعي اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. ادي عندنا اثنين بامب مهمين. طيب قال لك الديجيتاليز ده يا جماعه احنا مصنعينه عشان يروح ينهبت مين؟ يروح ينهبت الصوديوم بوتاسيوم بامب. فلما ينهبت الصوديوم بوتاسيوم بامب ده يا جماعه هيحصل ايه؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب كانت بتخرج صوديوم وتدخل بوتاسيوم، بتخرج صوديوم وتدخل ايه؟ ها بوتاسيوم. طيب فلما تقفل دلوقتي يا جماعه الصوديوم هيزيد جوه مين؟ الخليه. ليه؟ لانه مش عارفه تطلعه، فالصوديوم هيزيد جوه الخليه. طب لو الصوديوم هيزيد جوه الخليه تقوم الاكستنجر دي تشتغل، تقوم مطلعه شويه صوديوم ومدخله مكانها شويه مثلا مين؟ كالسيوم. عشان كده اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينج. يبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب بتبوظ، فالصوديوم مش هيخرج فيعلى جوه الخليه، فيبدا بعد ما يعلى جوه الخليه يبدا الاكستشينجر تشتغل، تقول له تعالى يا عم الصوديوم انت كتير كده ليه؟ اطلع بره وخد اي موجب ثاني اللي هو مين؟ الكالسيوم. ايه البامب دي يا دكتور؟ اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينجر بامب. يبقى عندي تو بامب، صوديوم بوتاسيوم بامب، حلو، دي بقفلها. لما اقفلها ازود الصوديوم جوه الخليه، اقوم مشغل بقى الصوديوم كالسيوم اكستشينجر. فلما اشغل الصوديوم كالسيوم اكستشينجر هتقوم ياخد جزء من الصوديوم يطلعه بره، وياخد جزء من الكالسيوم يدخله جوه.
الجزء من الكالسيوم اللي دخله جوه ده يا جماعه ها هيزود الكونتراكشن بتاع العضله. يبقى ودخول الكالسيوم جوه الخليه ده هو اللي هيزود لي مين يا دكتور؟ هيزود لي الكونتراكشن بتاع العضله. عشان كلنا نسمع عن دواء اللي هو الديجيتاليز ده، ان هو بياخدوا عيانين اللي عندهم مشكله في عضله القلب وعايزين نخلي القلب يزيد جواه الكالسيوم ويعمل كونتراكشن كويس، فبندي لهم الديجيتاليز. يبقى الديجيتاليز ده يا جماعه من الحاجات الحلوه اللي بتزود لك من قوه الكونتراكشن. خدت كام حاجه انا دلوقتي؟ قلت لك سي دي اي اف جي. السي اللي هو الكافيين او الزنسين ده بيقلل البريك داون بتاع مين؟ بتاع السايكليك اي ام بي. طيب اللي بعد كده الديجيتاليز ده قصته مختلفه تماما، لانه بيشتغل على الصوديوم، بيقفل الصوديوم بوتاسيوم بامب. فلما يقفل الصوديوم بوتاسيوم بامب دي يا دكتور، الصوديوم هيزيد جوه الخليه، ولو الصوديوم زاد جوه الخليه يا جماعه تشتغل الصوديوم كالسيوم اكستشينجر، تطلعه وتدخل مكانه جوه الخليه كالسيوم، ودخول الكالسيوم ده هيساعدنا بعد كده في الايه؟ في الكونتراكشن. يبقى هو ده فائده الديجيتاليز. طيب عرفنا الكافيين وعرفنا الديجيتاليز. الاخيره الاكسترا سيلولر فلويد. الاكسترا سيلولر فلويد قلنا كالسيوم. الاكسترا سيلولر فلويد كالسيوم بيأثر برضه على الكونتراكتيلتي، لو متوافر ده هيزود الكونتراكتيلتي. ليه يا دكتور؟ لان قلنا الكاردياك مصر بتعتمد اعتماد كبير جدا على الاكسترا سيلولر فلويد كالسيوم. طب ايه الاخيره دي؟ جلوكاجون. الجلوكاجون ده واحد من الهرمونز يا جماعه اللي برضه بتزود لك السايكليك اي ام بي، فبرضه لما يزيد السايكليك اي ام بي يا دكتور ده بيزود فرصه الكونتراكشن، وبيزود كمان سرعه الايه؟ الريلاكسيشن. ادي الحاجات المهمه. طبعا ما تنساش في الاول ان في سمباثيك، قلنا السمباثيك بيزود طبعا الايه؟ الكونتراكشن. يبقى احنا قلنا كل الحاجات دي بتزود الكونتراكشن، السمباثيك وما تحته. السمباثيك فهمنا فكرته ايه، واللي تحته فهمنا فكرتهم ايه. طيب يا دكتور ايه بقى اللي بيقلل؟ اللي بيقلل الباراسمباثيك. بيقلل بس كده يا دكتور؟ ها، هل بس الباراسمباثيك بيقلل؟ وليه بيقلل الباراسمباثيك؟ بيقلل ها عشان الباراسمباثيك ما بيطلعش منه ادرينالين، ده بيطلع منه اسيتايل كولين. الباراسمباثيك ده يا دكتور بيطلع منه ايه؟ بيطلع منه اسيتايل كولين، مش ايه؟ مش ادرينالين. يبقى اول فرق اهو، الباراسمباثيك بيطلع منه اسيتايل كولين. طيب الاسيتايل كولين ده يروح يعمل يا دكتور؟ هيعمل نيجاتيف انوتروبيك افكت على القلب، يعني هيقلل انقباض القلب. خلي بالك ادي فكره مين يا دكتور؟ فكره الايه؟ الباراسمباثيك، ان هو بيقلل انقباض القلب، نيجاتيف انوتروبيك افكت على القلب. طيب الباراسمباثيك يا جماعه في معلومه مهمه جدا. ايه المعلومه المهمه دي؟ ان الباراسمباثيك والسمباثيك بيروحوا للاتريوم. يروحوا لمين؟ للاتريوم. لكن للفنتريكل السمباثيك بس اللي بيروح، مفيش ايه؟ مفيش باراسمباثيك. السمباثيك بس اللي ايه؟ اللي بيروح، ومفيش باراسمباثيك للقلب للفنتريكل. طيب حلو قوي كده يا دكتور. فانت بتقول دلوقتي ان الباراسمباثيك اللي رايح لعضله القلب وخصوصا الاتريوم بيطلع منه اسيتايل كولين. الاسيتايل كولين اللي طلعوا دول يا جماعه بيعملوا ايه؟ الاسيتايل كولين اللي طلعوا دول بيعملوا انهيبيشن في الكونتراكتيلتي، وبيعملوا نيجاتيف في نيجاتيف انتروبيك افكت. طب يا دكتور هل دول بس اللي بيعملوا انهيبيشن؟ قال لك لا، في بعض الادويه زي الباراسمباثيك كده، بعض الدراجز زي الباراسمباثيك بتقلل لك مين يا دكتور؟ بتقلل لك الكونتراكتيلتي. زي مين؟ زي حرف الايه؟ زي الانتي الريزميك دراج. الانتي الريزميك دراج بتقلل معاها الكونتراكتيلتي. وزي الاناسيزي، بعض الاناسيزي يا جماعه بتقلل مين؟ الكونتراكتيلتي. وزي مين كمان يا جماعه؟ قلنا البار بيتيوريت اللي هو المهدئ، برضه المهدئ لقوه بيقلل مين؟ الكونتراكتيلتي. يبقى دي كلها حاجات كتيره يا جماعه مالها؟ بتقلل الكونتراكتيلتي. يبقى من اول الباربيتوريت للانتي اريزمك للاناسيتك، كل دول يا جماعه ها بيطلعوا، وكل دول يا جماعه
بيقللوا الكونتراكتيلتي. في حاجه كمان بتقلل الكونتراكتيلتي مهمه يا جماعه، اسمها داي هيدرو بايريدين. الداي هيدرو بايريدين ده قصته ايه يا جماعه؟ الداي هيدرو بايريدين ده برضو لقينا ان هو بيعمل ايه يا جماعه؟ بيقلل الكونتراكتيلتي. يبقى ادي العوامل اللي بتزود والعوامل اللي بتقلل.